أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ذلك هدى الله يهدي به من يشاء